أبهري ضيوفك بوصفة جديدة ومختلفة خارجة عن المألوف، كيك مالح بالخضر، كما لم يسبق لك أن قمت بإعداده من قبل. طريقة سهلة وبسيطة، مكونات متوفرة لدى الجميع وفي كل بيت. لمعرفة الكيفية تابعوا معي الفيديو التالي. سنحتاج للحشوة فلفل أخضر، بصلة مفرومة، وقرع أخضر محكوك. في إناء نضع زيت، نضيف إليه البصل لينقلي ليقلى قليلا، ثم نضيف الفلفل. بعدما نحس أن البصل والفلفل قد نضجا، سنضيف إليهما القرع والتوابل، التي هي عبارة عن ملح، فلفل أسود، وفلفل أحمر فقط. بإمكانكم أن تضيفوا جزر محكوكة أو فطر، هذا يعود إلى رغبة كل واحد منكم. أيضا بإمكانكم إضافة كفتة أو صدر الدجاج. بالنسبة للحشوة تبقى حسب الاختيار وذوق كل واحد. كما تشاهدون معي، قمت بقلي البصل، أضفت إليه الفلفل مع قليل من الملح. بعدما نضج قليلا أضفت إليه القرع الأخضر، ثم أقوم بطبخه جيداً، وفي الأخير سأضيف الفلفل الأحمر والأسود. بالنسبة لمقادير الكيك، سنحتاج إلى بيضتين وربع كأس من زيت الزيتون، أي 3 إلى 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، كأس من الحليب بحرارة المطبخ، وكأس من اليوغورت الطبيعي، وجبنتين، وقليل من الملح. نقوم بخلط كل المكونات مع بعضها جيدا، ثم نضيف خميرة الحلويات 8 غرام، ونقوم بإضافة الدقيق تدريجيا إلى أن يتكون لدينا خليط متجانس وثقيل نوعا ما. نقوم بوضع العجين في قوالب صغيرة، ثم نضيف إليها الحشوة التي سبق لنا أن قمنا بتجهيزها، ثم نضع قليل من الجبن عليها وندخلها إلى فرن ساخن إلى أن تنضج.
كما تشاهدون وضعت الحشو على العجينة مباشرة، ثم أضفت إليها جبن محكوك، يمكنكم استعمال أي نوع من الجبنة. ثم بعد ذلك سندخلها إلى فرن ساخن إلى أن تنضج مثل ما ينضج الكيك العادي، يعني نفس الطريقة. هذه الطريقة سهلة وبسيطة، تعطي كمية كثيرة، يمكنكم أكلها يعني في نفس اليوم أو حتى الغد، تظل بنفس المذاق ونفس الطراوة والرطوبة أيضا. أتمنى أن يعجبكم فيديو اليوم، أن تشاركوني بلايك وتعليق ومتابعة. أتمنى أيضا أن تقوموا بتجربة هذه الوصفة وأن تعطوني رأيكم. شكرا على المتابعة مرة أخرى، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.